نور، رح نبلش أولى مع مساحتنا الصباحية لليوم والمساحة الطبية. كثير من الدراسات والأبحاث بالفترة الأخيرة تناولت موضوع الصيام المتقطع وفوائده على جسم الإنسان، وخصوصا مرضى القلب اللي ممكن يخففوا الأكل والشرب لفترات طويلة، فهذا الشيء أكيد بينعكس أيضا خلال شهر رمضان على مرضى القلب. أكيد سلمى، اليوم مساحتنا الطبية رح نحكي عن فوائد الصيام لمرضى القلب، وخصوصا عم نسمع بالآونة الأخيرة ايضا الصيام المتقطع قديش كمان له فوائد صحيه على الجسم. نحكي عن الموضوع اكثر معنا الدكتور احمد العايد، استشاري في امراض القلب والقسطره القلبيه. يسعد صباحك، يسعد صباحكم، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور احمد، يعني خلينا نبلش من مثل ما قلنا بالمقدمه، دراسات كثير حكت عن الاثر الايجابي للصيام المتقطع، فنحكي شوي برمضان، هل مرضى القلب مؤهلين لهذا النوع من الصيام أو لا؟ أول شيء أنا بحب نوه لفكرة كتير مهمة، مثل ما تفضلتوا دراسات العالمية، هي دراسات كبرى كتير عملت على مستوى العالم، تحدثت عن الأثر الإيجابي للصيام المتقطع. الصيام المتقطع يقصد به بهالدراسات الامتناع عن الطعام لفترة معينة، تبدأ من 12 ساعة بالبداية، ممكن تطول حتى 18 ساعة. لكن هي دراسات عم تقول صيام متقطع، لا يقصد فيها صيام رمضان للأمانة العلمية، لازم ننوه لهالموضوع، لأنه صيام رمضان يتضمن الانقطاع عن الطعام وعن السوائل أيضا. صحيح. بينما الصيام المتقطع المقصود بهالدراسات هو الامتناع عن الطعام مع الإكثار من السوائل. ففي فرق الحقيقة. هلأ صيام رمضان أيضاً عليه دراسات الحقيقة، لأنه بس مشان نفرق بين المصطلحين. صحيح. صيام المتقطع وصيام رمضان، مو المصطلحين مانن مترادفين، صيام متقطع غير صيام رمضان. صيام رمضان أيضاً عليه دراسات، هو فعلاً مفيد لصحة القلب، مفيد لصحة القلب من حيث أنه بيخفف العبء على القلب. الأساس أنه الجهاز الهضمي لما يعمل بيستهلك كمية طاقة، كمية دم تأتي من القلب، فلما الجهاز الهضمي بيرتاح فطبيعي القلب رح ينوبه شيء من هالراحة هاي، فرح يكون عمله أقل نسبيا، لأن ما في عملية هضم، ما في داعي ضخ دم للجهاز الهضمي، فبالتأكيد بصير في وضع أفضل لصحة القلب والشرايين. هلأ لهي للإنسان السوي. الإنسان المريض بقى حسب درجة مرضه، عادة أمراض القلب الخفيفة سواء كان نقص تروية أو أمراض صمامية مثلا خفيفة الشدة أو مثلا قصور قلب خفيف، كلها هي ممكن تستفيد بالصيام، ممكن يكون الصيام صيام رمضان عم بقصد يكون مفيد إلها أكيد. أما الحالات الشديدة فلا، هون بقى بدها تفصيل شوي وبدها مراجعة الطبيب المختص ليقرر أنه ممكن يصوم أو لا. خلينا نوقف يمكن شوي تفصيليا لكل الناس اللي عم يتابعونا دكتور، ونحكي نحن بنعرف أساسا يعني أغلب أمراض القلب بعيدا عن الوراثية بتجي أساسا من الحياة، لكن الحياة اللي عم تعيشه خصوصا الأكل، فالصيام المتقطع أو عم نحكي عن الصيام بخلال شهر رمضان المبارك مثل ما قلت يمكن بخفف ضغط ومجهود على القلب، بس خلينا نعطي بعض المحاذير، يعني هي تختلف حالة الشخص من الشدة، خفيفة الشدة أو متوسطة الشدة أو قوية الشدة، بس بعض المحاذير يمكن أخطاء بسيطة ممكن هي الفوائد ما تعطي الفوائد الصحية الكبيرة للجسم. صحيح. الحقيقة هو معظم مرضانا بيكون ما أحلاهم وما أحسنهم أثناء الصيام، بصير مشكلتهم أثناء الإفطار، وممكن كتير حالات من المرضى نمنعهم من الصيام، مو لأنه الصيام بيأثر عليهم، لأنه الإفطار رح يأثر عليهم، الانقطاع عن الطعام والشراب لمدة 14 ساعة أو 15 ساعة، وبيجي بوقت واحد بيتناول سوائل وكمية طعام كبيرة، فالحقيقة هون عم تكون المشكلة على القلب وعلى الجهاز الهضمي، لأنه ساعات اللي مسموح فيها التناول طعام وشراب قصيرة نسبياً، حوالي 8 ساعات مثلاً، فهي نسبياً فترة قصيرة بده يتناول خلالها مو بس الطعام والشراب، فهذا بيعمل عبء على القلب. إذا المريض اللي بنسمح له نحن بالصيام أحسن الإفطار فرح يكون مستفيد جداً من الصيام، أما إذا صام ولم يحسن الإفطار فرح يكون في نتائج سلبية. يحسن الإفطار، كيف الاعتدال بالإفطار؟
يعني خلينا نوقف على النقطة لأنه بيقول لك مثلا ما أكلت كثير وأنا محروم طول النهار، ونحن بنعرف الكوليسترول والأكل قديش بتأثر بنسبة كثير عالية على ال. طيب هلا نحن بنقول إنه خلال 14 أو 15 ساعة لا أكل ولا شرب المريض، فجسمه محروم من السوائل ومن السكريات بشكل أساسي. صحيح. فلازم يبدأ أول شيء بالسوائل، ولا بأس من السوائل اللي فيها شوية سكريات مثل مثلا الأمر الدين نحكى عنه قبل شوي، أو تمر هندي مثلا، أو تمر العادي حبتين تمر بدون إفراط أيضا، لا ننصح بالإفراط بهالأشياء. ومي ماء، يعني لازم يأخذ كأس أو كأسين ماء أكيد خلال الفترة الأولى. هي الوجبة الأولى بنسميها. هلأ الوجبة الثانية مفروض تكون بعد شي ربع ساعة لنص ساعة، اللي هي وجبة الإفطار، ويفضل أنه تكون يعني ما تكون تقيلة، ما تكون عفواً عبارة عن نهم، يعني أنه للطعام بيكون جوعان هو لما يكون أصلاً أخذ سوائل ممكن حتى ما يقدر يأكل. لذلك تأخير الوجبة ربع ساعة لنص ساعة لحتى السوائل تروح أو تفضى من المعدة بيكون أفضل للمريض الصائم. هي الوجبة الثانية. الوجبة الثالثة هي اللي بتصير بعد حوالي 3 ساعات فرضا من هالوجبة، وتتضمن عن عبارة عن فواكه مثلا. الفواكه هي الأفضل أكيد، ممكن يعني عاداتنا نحن هي الحلويات في رمضان، فممكن نسمح بالحلويات لكن تحذير شديد أنه تكون كميات قليلة. إذا كان ولا بد من الحلويات تكون كميات قليلة، تكون كميات أو الحلويات من النوع اللي قليلة السكر نسبيا أمور نسبية طبعا، هي ما في حلو ما في سكر أكيد. ونبتعد عن الحلويات المقلية قلي بالزيت، يعني طريقة تحضير الحلويات تختلف طبعا حسب كل نوع، فما أمكن نبتعد عن شيء المقلي بالزيت. العوامة والمشبك مثلا هي منا مقلية بالزيت ومنا غنية جدا بالسكريات. صح. فهي مركزة خلينا نقول. حلويات أنواع تانية مثلا ممكن تكون ألطف أو أخف مثلا على المعدة وعلى الجهاز الهضمي. هي الوجبة الثالثة. الوجبة الرابعة للسحور اللي بدها تكون طبعا أكيد متأخرة، وهون بدنا ننبه من أنه ما ناكل يعني شغلات مالحة، يعني على السحور بده يأكل زيتون ومكدوس وجبنة مالحة فرضا ومخلل خربت الدنيا، مشكلة كتير كبيرة خلال النهار كيف بده يضاين، يعني صح. لأنه راح يضل 14 ساعة بدون سوائل فراح يصير مشكلة. نعم. هلا أثناء الصيام نحن نصيحتنا للمرضى تجنبوا السير تحت أشعة الشمس ما أمكن حسب طبيعة عمله. هلا في كثير مرضى الحقيقة وهن أصلا ممكن يكون مو مريض لكن مهنته كثير شاقة، مثلا تتطلب عمل مجهد ومضني تحت الشمس تحت أشعة الشمس، فهذا بنسمح له بالإفطار أكيد، وحتى شرعا الناحية الشرعية مسموح له يفطر في حال كان في ممكن يترتب عليه ضرر، لأنه التجفاف الشديد حتما في ضرر على صحة القلب والشرايين وبالأخص على الكلية. فهي هي الأشياء الأساسية اللي نحن بنحب ننوه إليها بخصوص مرضى القلب برمضان. طيب دكتور خلينا نحكي شوي بعيدا عن الأشخاص المرضى القلب العاديين، في عنا نوع من الأشخاص اللي هن بيكون عندهم مثل ما بيقولوا مريض سكري فأصيب بأحد أمراض القلب أو ارتفاع الضغط الشرياني، لأنه هن بيتصلوا ببعض، يعني بالنهاية السكري يؤدي إلى بعض أمراض القلب. الصيام المتقطع بالذات وليس الصيام الثاني، لأنه الصيام الثاني ممكن يكون صعب عليهم كثير، الصيام المتقطع مثل ما حضرتك قلت فيه نسبة كبيرة من السوائل، وهذا الشيء ممكن يضر شوي بمرضى القلب اللي عندهم ارتفاع ضغط شرياني أو اللي بياخذوا مدرات بولية، أو لا ممكن يتنظم هذا الموضوع؟ شكرا على السؤال بالذات لأنك أضفتي مرضى السكري. مريض السكري هو مريض قلب لديه سكر مرتفع، هيك بالتعريف تماما. كل مريض سكر هو مريض قلب نعتبره مبدئيا حكما يعني لديه سكر مرتفع، فلذلك يجب الانتباه لهالموضوع. هو التجفاف يأثر كثير عليه، وزيادة السوائل كمان ممكن تأثر عليه سلبا، لهيك لازم تنضبط، لذلك لازم يكون معتدل استهلاك السوائل كثير معتدل. الحقيقة في تيارين خلينا نقول بموضوع الطب من ناحية العلمية. هلأ تيار الأكثر واللي فيه دراسات أكثر عليه بتقول أنه أي مريض سكري يجب أن يفطر، ممنوع صيام الشرعي أو صيام رمضان بسبب التجفاف، لأنه الكلية بتكون يا دوب معاوضة يا دوب ماشية،
حالة، حتى لو كانت أرقام الكرياتينين طبيعي، حتى لو كانت الوظائف يعني بالتحليل اللي عم تطلع طبيعية، لكن هي على الحد. أي تجفاف ممكن يكسر هذه المعاوضة أو هالأداء، وممكن يدخل المريض بمشاكل لا حصر لها. لذلك هذا التيار الأقوى. هلا في رأي طبي بيقول ممكن لحالات السكري الخفيفة أو المضبوطة البسيطة الأولية ممكن الصيام. هلا الحقيقة نحن أنا مع الرأي الأول اللي هو الأكثر، إنه أي مريض سكري يجب أن يفطر أكيد، لا يجب عليه الصيام. لا المتقطع ولا العادي؟ المتقطع لا بلا، بس بشرط أن يتناول كمية مناسبة من السوائل بدون إفراط، وبدون كمان ما يصير عنده تجفاف. هلا الفكرة إنه بالأساس في خطأ متداول عنا، إنه يا مريض أنت ما بتصير تفطر لحتى تأخذ رأي طبيب. هلا الحقيقة هون في خلط، الإذن بالإفطار مو من الطبيب، هي من رب العالمين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما له علاقة الطبيب بهالموضوع. رأي الطبيب أو دور الطبيب هو العكس تماما. هل أنا بسمح أنه يصوم؟ مو بسمح أنه يفطر. يعني أنا بدي أشوف مرضه شو هو، أرقامه قياسه، وقول أنه هذا المريض ممكن يصوم أو ما ممكن يصوم. أما هو أنا إذا قلت أنه هو مريض، هو يصطفل بقى، هو بده يفطر أو يصوم ما في مشكلة. دوري كطبيب حدد أنه هو رح ينأذى من الصوم، بسمح له يصوم ولا ما بسمح له يصوم. فمو دور الطبيب أنه يسمح بالإفطار أكيد. وهي رسالة حتى لزملائنا الأطباء، البعض بيتحرج من هالكلمة أنه بدي خليه يفطر. لك في مو أنت اللي بدك تخليه يفطر، رب العالمين اللي خلاه يفطر للمريض. أنت بدك تقرر كطبيب أنه مسمح له يصوم، صحيح، ومتأكد يا زميلنا الطبيب أنه الصيام ما رح يضره، ما رح يأثر على صحته، فقل له صوم. هاي نقطة كثير مهمة رح أوقف عندها دكتور، أنه هو الدكتور مسؤول إذا بيقول له يصوم ولا لا، مش مسؤول عن يقول له يفطر ولا لا. وهي نقطة يمكن نحن بنعاني فيها كثير مع أهالينا الكبارية، اللي بيقول لك لا، لو كنت مرضان بدي صوم، لو مع أنه إلى أثار كثير صحية جسيمة على الجسم. خلينا نحكي الفئة اللي هي ينصح بعدم الصيام، انت كطبيب عم نحكي عن امراض القلب، لانه هي في نحن بنعرف في خفيفه الشده، متوسطه الشده، قويه الشده. لكل الناس اللي اساسا حتى روح على الطبيب الكباريه كمان ما بيحب يروح، وبيقول لك انا ادرى بصحتي، لا انا عم اخذ دوائي وبدي صوم. لكل اللي عم يشوفونا، النصائح اللي بتحب توجهها، مين هن الفئه اللي قادره انها تصوم وعندها امراض القلب؟ هلا هون تختلط بقى المشاعر الدينيه والعاطفيه والاجتماعيه مع بعضها. صحيح. رمضان له جو الديني والعاطفي والاجتماعي، واللي الكبير بيحب يشارك فيها، صحيح، وحقه هذا الشيء اكيد. لكن نحن شفنا كثير حالات الحقيقه صار في نكسه او نكس شديد بالمرض نتيجه اصراره على الصيام. وفي حالات للأسف خسرنا المريض بسبب إصراره على الصيام بهيك موضوع. هلأ الحالات البسيطة، هلأ خلينا نتفق كل الأمراض تصنف إلى خفيفة، متوسطة، شديدة. هلأ الحالات الخفيفة إجمالا كلها مسموح الصيام، وبالعكس بيستفيدوا من الصيام، صيام رمضان أو الصيام المتقطع. هلأ الحالات المتوسطة أو الشديدة، الحالات الشديدة قولا واحدا ممنوع الصيام فيها مهما كان المرض. لما أقول نقص تروية شديد، قصور قلب شديد، ارتفاع توتر شرياني أو ضغط شديد، مثلا تضيقات بالصمامات شديدة، قولا واحدا كلمة شديد هذه معناتها ممنوع الصيام. هلا الحالات اللي هي وسط، متوسطة الشدة، هون بقى بيجي دور الطبيب أنه يدرس حالة المريض ويقرر إيه أو لا. مثلا المريض كان داخل باحتشاء عضلة قلبية حاد، في عندهم ميل للخثار لأحداث جلطات، فهدول المرضى بالذات إذا كان تجفف الدم عندهم، إذا صار دخلوا بحالة تجفاف، ففي خطورة كتير كبيرة. صحيح. المرضى اللي بيعملوا عمليات قلبية، المرضى اللي بيزرعوا شبكات بالقسطرة، بنعمل للمريض قسطرة بنحط له الشبكة داخل الشرايين إذا كان بعد احتشاء عضلة قلبية. خلال المرحلة الأولى بنمنعه من الصيام أكيد، لأنه التجفاف ممكن يساعد على تشكل خثرات، فهذا ممنوع أكيد. مرضى السكري مثل ما حكينا قبل شوي، إجمالاً معظم مرضى السكري يجب أن يفطروا، أنه ما يصوموا. وإذا بده يصوم أكيد في يعني تدبير معين من طبيبه كيف يصوم وكيف يفطر وشو الأدوية وكيف بده يوزعها على السحور وعلى الفطور بالطريقة المناسبة.
أكيد. دكتور قبل ما نختم، قديش مهم النظام الغذائي دائما يكون متوازن لكل مرضى القلب أو مرضى السكري برمضان وغير رمضان، بالإضافة إلى النظام الصحي يعني المشي الحركة وخصوصا لكبار السن؟ في كثير ناس بيقولوا أنا كبير وين بدي ألعب رياضة، أنا ما بصير ألعب رياضة، من هي التفاصيل. هو بالعكس لازم هنن يكون عندهم نظام صحي خليني أقول متوازن أكثر حتى من الشباب. هلأ الظاهرة الحلوة برمضان الحقيقة هي الانقطاع عن الدخان. يعني تلاقي الصائم بضل طول النهار ما بفكر بالسيجارة، بس يقدر المغرب فورا بيروح على السيجارة، شيء غريب يعني الحقيقة. بصير ما بيقدر إلا ما يدخن يعني. طيب صلك 14 ساعة و 15 ساعة ما تفكر فيها نهائي أو الأرجيلة. فنحن يا ريت اللي مدخنين يستثمروا هالشهر الفضيل بالامتناع عن الدخان بشكل نهائي إن شاء الله، يعني يقدروا يخلصوا منه نهائيا. هلا بالنسبه لموضوع الحميات، هي مثل غير رمضان الحقيقه، يعني حميه السكري مثلا، حميه الضغط، حميه مريض القلب، مريض الكوليسترول والشحوم، راح تكون هي نفسها، ما راح تفرق يعني. هي بس تنظيم بقى هالوجبات، تنظيم السوائل، تنظيم الاكل بالطريقه المناسبه. بشهر رمضان بيكثر استهلاك الحلويات، وهي هي كنا أكثر شيء مضر. نسميها سابقا تحوي الشرور الثلاثه، شرور الثلاثة: سكريات، نشويات عن طريق الطحين، والسمنة أو المواد الدسمة والدهون، وفوق هيك بنحط لها قشطة كمان. فيعني فوق القشطة كمان شوية قطر، يعني تكون كملت تمام 100%. فهلأ إذا كان ولا بد، هي أجواء حلوة، كميات قليلة، الاعتدال، رد شهوة يعني، بس لا أكثر ولا أقل. اما ننزل يعني بالطبق صحيح. كامل لا، مو مسموح، اكيد له اضرار كثير كثير كبيره هذا الشيء. اكيد بدنا نشكرك الدكتور احمد العايد، استشاري في امراض القلب، على كل المعلومات الطبيه اليوم وعلى وجودك معنا، ورمضان كريم مره ثانيه. شكرا لكم، ونعاد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله.